في ان احنا نشد العظم. وبعدين نتفاجأ ان زي ما حضرتك تفضلتي ان العظم اللي بيتكون جديد ده ما هوش لسه واضح في المتابعة ان هو في عظم موجود، فده يتطلب مننا اجراء تاني. فاحنا بنتعامل مع الامور دي، هنا دور المتابعة الاساسي جدا طبعا اكيد. فده بيخلينا نتعامل بشكل او بنتخذ اجراءات مناسبة للمشكلة اللي موجودة. يعني اللي عظمه مش بيساعده زي ما حضرتك قلتي، بنشتغل برضو الشد، بنبدا نعدل في طريقه الشد شويه بحيث ان هو ندي فرصه للجسم انه يبني عظام اقوى واوضح، بحيث ان هي تقدر ياخد اقصى طول ممكن هو عايزه. فعشان كده حياتك يعني شددت على دور المتابعه، لانه المتابعه بقى هنا هي هتبان ليها دور. يعني لو شخص يعني مش متابع وشخص تاني متابع، لا يعني اكيد طبعا ده هيفرق عندها، هيفرق طبعا اكيد في النتائج اكيد طبعا.